هاي صبايا، أنا سارة. اليوم بهذا الفيديو رح نحكي مع بعض ونناقش فكرة مهمة جدا وعالسريع، هي فكرة التخلص من الجوع. كيف أنا أتغلب على هذا الشعور؟ هذا الشعور بالجوع هو السبب لكل المشكلات يلي نحن هلأ عم نعاني منها، السمنة، الترهلات، السيلوليت، كلها بتتوقف عن مشكلة الجوع ومقاومة. أول شيء عزيزاتي، أنا حابة أشرح لكم فكرة الجوع كيف بتكون علميا. طبعا نحن بنعرف إنه أسباب السمنة، بعيدا عن الأشخاص يلي عندهم أمراض مثل السكر والغدة الدرقية، هذا الشيء مو بإيدهم، لكن في عنا نوعين من الأشخاص، يا أما بيكون إدمانهم على الحلويات، يا أما بيكون إدمانهم على المعجنات ومشتقاتها، أو بالأحرى النظام الغذائي المخلط، يعني النوعين حلويات ومعجنات بيخلطوهم هيك وبياكلوهم. مستحيل يكون شخص بعيد عن هدول النوعين ويكون عنده مشكلة السمنة. أنا بعرف كتير أشخاص وكتير صبايا وكتير شباب مدمنين على الليمون وبيحبوا الليمون وما بيحبوا الحلويات، وهدول الأشخاص بتحسوهم نحيفين. طيب ليش؟ أنا حأشرح لكم هذا الشيء علميا. عزيزاتي، نحن لما بناكل السكر بكل أنواعه، سواء كان معجنات سواء كان حلويات، يعني الخبز سكر، البيتزا سكر، المعكرونة سكر، والسكر سكر. alright so هدول الأنواع من السكريات لما جسمنا بياخدهم بيرتفع هرمون الإنسولين. طيب ولما بيرتفع هرمون الإنسولين شو بيعمل؟ بيقضي على الشعور بالشبع، يعني ما بتحسي حالك شبعتي، ما بتعرفي، لأن جسمك تلقائيا فيه ساعة، هاي ساعة اسمها هرمون الليبتين، حكيت عنه قبل هالمرة، ما رح أدخل بتفاصيلها كتير. هرمون الليبتين هو اللي بيعطيك إنه خلص بوصل للدماغ، الخلايا الدهنية بتعطيه رسالة، بتروح للدماغ بتقول وقف في عن الأكل فورا، أنت هلأ اكتفيتي، جسمك اكتفى. لكن لما بتاكلي السكر، البيتزا، المعجنات، المعكرونة، الحلويات، هرمون الإنسولين بيرتفع بجسمك وبيقضي على عمل الليبتين، وبهيك بيكون عنا جوع مستمر حتى تنتفخ البطن وما يقدر الواحد يتنفس من قد ما ابتلق. alright هاي المشكلة الأساسية، حتى أنه ممكن ما توصلي لهي المرحلة، لكن تخلصي وجبتك بعد ساعة تروحي على البرات ترجعي تسلمي عليه، كيفك، شوفي عندك قطعة حلو هاتا، ساندويشة حلاوة هاتا، ساندويشة جبنة، شي فيه خبز، شي فيه سكر، جسمك مدمن. الجوع عزيزاتي إدمان، نعم انت بتدمني على الجوع. حتى ممكن تشوفي الوجبة قدامك الصحية المؤلفة من الخضار لكن ما تحبيها، تفضلي تاخدي الوجبة تقولي انا ما بشبع غير بالرز او بالخبز، هيك جسمي. اي صح، انت هيك عودتي جسمك. هذا ادمان، مثله مثل المدمنين على التدخين، المدمنين على ما بعرف شو. alright وهذا عندك انت ادمان. طيب انا كيف فيني اتخلص من هذا الادمان يلي انا بعاني منه؟ بطريقة تدريجية. يعني انت خلي ما توقفي فورا، حتتعبي. انا اذا جيت اليوم قلت لك اليوم تماما بتشيلي كل شيء خبز ورز ومعكرونه، لا ما حتقدري، حتستسلمي وتضلي على الترهلات والدهون المكدسه وكمان السيلوليت وما تقدري تعملي شيء، لاني انت بقناعتك انت ما فيكي تقاومي هذا الجوع، جسمك ما بيرتاح مع هذا الشيء. سو لازم، انا عندي هلا مئات الصبايا هلا تحت اشراف، وعندي كمان الاف الصبايا بيجيني رسائل، وبعرف انا نمط الجوع يلي عندك. انت الجوع اللي عندك وهمي، انت عندك ادمان على الجوع، ادمان على الشعور بالشبع بالسكريات، ادمان على الشعور الشبع الممتلئ لنفخة البطن. هذا ادمان عزيزاتي، صدقوني اذا تخلصتوا منه حتشعروا جسمكم اخف وانشط وارشق. يعني انت اليوم اخذتي هذا القرار، بكرة مو تقولي خلص انا ما حاكل من هدول السكر، من انواع السكر. السكر بتوقفيه تدريجيا، يعني خليكي تقولي انا طيب هحدد لنفسي 4 ايام بالاسبوع فقط، كافئي نفسك. الأسبوع الثاني أنا ححدد لنفسي 3 أيام، وحاولي أبداً ما تغشي بأيام اللي ما لازم تاكلي فيها سكر أو خبز أو رز، بشكل تدريجي حاولي توقفيهم، وبعدين حاولي تدخلي لنظامك الوجبات الصحية. ممكن إنه هاي الوجبة لما تشوفيها وجبة خضار تقولي هاي الوجبة ما حتشبعني، جملية زينية، العين بتاكل قبل التم، إذا حطيتي خضار مسلوق أو جبرتي نفسك طبعاً ما حتتعودي، طبعاً ما حتقدري تتغلبي على هذا الإدمان. جملي الخضار، حطي بهارات،
صناعية بزيت الزيتون، طبخيها بطريقة حلوة، اختاري الخضروات يلي بتحبيها، برادك، البراد عندك إذا ما اهتميتي فيه معناها معدتك ما حتقدري تهتمي فيها. برادك نطفيه حبيبتي، نطفيه ورتبي الخضروات بطريقة هيك مغرية، لما تفتحي البراد تحسي إنه في شي عندك لذيذ لازم تاخديه. الفواكه إذا كنتوا ما بتحبوا الفواكه رتبوا الفواكه، مع إنه الفواكه كمان سكريات، أنا بقول حبة واحدة باليوم alright، بس جسمنا لازم ياخد فواكه. الفواكه الخضروات كله رتبوهن، يعني نحن هذا الشعور لازم نتغلب عليه عن طريق نظافة الثلاجة، ترتيبها، ترتيب الطعام، والانقطاع التدريجي من المعجنات أو السكر، لأن المعجنات هي السكر. يعني مثال صغير، أنا هذا الإلحاح على المعجنات والسكريات ليش ما بعرف، في أشخاص كتير بيعتقدوا إنه هن هيك طبيعة جسمهم، إنه طبيعة جسمهم بحاجة للسكر. طيب أنا دخت معناها أنا لازم أخذ سكر؟ أنتي ما لازم تاخدي سكر، أنتي دماغك هو اللي عم يخيل لك السكر. أصلا الشخص الطبيعي، الشخص الطبيعي عزيزات، إذا كان معدل السكر بدمه حوالي 100 ميلي جرام يعتبر من الأشخاص الطبيعيين. طبعا إذا طلع فوق 100 معناها هو عنده السكر مرتفع وعنده مرض السكر لا سمح الله. طيب اذا عندكم السكر 100 ملي جرام بالدم معناها كم ملعقه سكر يا حذركم؟ 3 معالق، 3 معالق سكر بس. يعني انت مو بحاجه لتاكلي سكريات اصلا، هذا كله وهم وادمان على شعور خاطئ جدا سوالك يا الانسولين. الانسولين هو اللي عم يساوي لك هذا الادمان، لذلك لازم نعرف نتحكم بنفسنا ونقوي ارادتنا، مثله مثل الاشخاص مثل ما قلت المدمنين على التدخين وعم يحاولوا انهم يتخلصوا من التدخين. بالبدايه بتلاقيهم عانوا شوي، ضعفوا، عصبوا، وانت نفس الشيء حيصير فيكي، ممكن تعصبي، ممكن تتوتري، ممكن تحسي حالك فالت هيك، لكن شوي شوي وبطريقة تدريجية هدول الأشخاص يلي امتنعوا عن التدخين وبعدين بتلاقيهم انتعشوا وصاروا بصحة كويسة، ونفس الشيء بالنسبة لكم، حتلاقوا حالكم أخف وأنشط وأصلا ما حتقربوا على السكر. إذا بتحطوا مكعبين سكر بالشاي لا سمح الله، مكعبين سكر، 4 مكعبات سكر ذاتا صحن معكروني، شو عم تعملوا؟ سو لازم نتذكر دائما إنه أنا حط مكعبين بكره حط مكعب، طيب حقسمه نص مكعب بعد أسبوع، شوي شوي بطريقة تدريجية. ممكن بالبداية ما تحبي تشربي الشاي بدون سكر أصلا، مو مشكلة، بلا ما تشربي، لو كنتي مدمنة شاي شوي شوي حتتعودي عليه وتجبري نفسك. أنا نفس الشي صارت معي، شوي شوي أول شيء حس حالي إنه لا ما مو صعب إني أشرب شاي بدون سكر، لكن هلأ ما بحطه بتمي إني أشرب شاي بسكر. لذلك إذا حابين عزيزاتي تتخلصوا من الجوع أو الشعور بالجوع، لازم تبتعدوا عن السكريات بكل أنواعها، سواء كانت معجنات سواء كانت سكريات يعني حلويات. Alright. So, هذا كان بشكل سريع ومختصر فيديونا اليوم لحتى نقدر نقاوم ونتخلص من الإدمان على الجوع. مو الجوع، انت ما بتجوعي، انت مدمنة على هذا الشيء. وحاولي دائما تتذكري، حطيك رسالة على برادك، اكتبي من سارة إلى أنا، اكتبيها ودائما تتذكري انه هذا الشعور يلي عندك هو شعور خاطئ، وتحاولي انه تتغلبي عليه بشكل تدريجي. سو هذا كان كل شيء لليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديدة. بحبكم كتير، شوفكم بعدين، باي باي.
Moji Beats.